مساء الخير وحياكم الله، حلقة جديدة من برنامج المنتصف في متابعة مستمرة لآخر الأحداث والأخبار الكروية في ملاعبنا السعودية. البداية ومثل العادة مع أبرز وأهم العناوين. بالرغم من غياب الأجانب، النصر يقسو على الفيصلي. وأحد يستهل دوري جميل بقوة ويهزم الشباب. والهلال يعلن قائمته الآسيوية، الحبسي أوت. والأهلي يستغني عن النيجيري ويبحث عن عربي بديل. حياكم الله من جديد، جولة أولى من دوري جميل ما تعترف لا بالكبير ولا بالصغير، كان حضور ملفت لأحد، الباطن، الاتفاق، التعاون، حتى النصر اليوم قدر يقدم كرة حلوة وكسر حاجز الانطلاقة في الدوري. الجميع كان يتوقع اليوم يعني تعثر النصر بالتعادل أو حتى الخسارة، لكن بصراحة الرد كان قاسي في أرضية الملعب. راح نتكلم بكثير من التفاصيل وراح نفتح كثير من الملفات، بس خلونا في البداية نرحب بضيوفنا، نقول مساء الخير. خلف ملفي الناقد في برنامج المنتصف، حياك الله يا أبو أحمد. مساء النور، حياك الله عبد الله. الله يحييك. رحب المشاهدين والأخ العزيز سعد. الله يحييك. وراح يكون معنا إن شاء الله بعد شوي كابتن سعد الزهراني، أيضا المحلل الفني لبرنامج المنتصف من جدة. بس على ما يجهز سعد، خلونا نروح نشوف زميلتنا منار وآخر أخبار المنتصف. حياك الله يا منار. حياك الله عبد الله وحيا الله ضيوفك الكرام. الله يحييك منار. وش عندنا اليوم من الأخبار؟ يمكن أهم خبر عندنا خبر أسامة المولد، يعني بعد الإيقاف أو قرار الإيقاف عام راح يكون أبرز الأخبار. وعندي غير ثلاث أخبار تعبني أنت. طيب نقول بسم الله. بسم الله، حياكم الله مشاهدينا. ننتقل إلى الخبر الأول. أسامة المولد مديرا للكرة بنادي الاتحاد. المولد اعتزل الكرة مطلع العام 2016، تعيين المولد خلفا لخالد حلواني. الدوري السابق أحمد جميل اعتذر عن المنصب. القرار جاء بعد خسارة الاتحاد من الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف. الخبر الثاني، إدارة نادي الشباب تقدم استئناف ضد إيقاف الرئيس. القرار جاء على خلفية تصريحات لجريني ضد الاتحاد السعودي. العقوبة كانت إيقاف عام وغرامة 300,000 ريال. الرئيس حضر لقاء الفريق أمام أحد من المنصة. الخبر الثالث، الأهلي يفسخ عقد لاعبه النيجيري أبو أبونا. القرار جاء بعد تعرض اللاعب لمرض الملاريا. اللاعب تغيب عن تدريبات الفريق منذ لقاء القادسية الودي. الأهلي بدأ بالبحث عن لاعب عربي بديل لأبو أبونا. القرار جاء بعد خسارة الفريق من الاتفاق 2-2. الخبر الرابع، الهلال يعلن قائمته الأسيوية الرسمية. خلت القائمة من الحارس العماني علي الحبسي، يحق للهلال التعديل في القائمة قبل لقاء الذهاب بأسبوع. الهلال يلاقي العين الإماراتي في ربع نهائي آسيا. اللقاء يقام يوم الاثنين 21 أغسطس. هذه كل أخباري لليوم عبد الله. الله يعطيك العافية منار، شكرا لك. إن شاء الله. طيب خلونا نبدأ الحلقة
بس قبل ما نبدا نرحب ضيفنا من جده كابتن سعد الزهراني المحلل الفني لبرنامج المنتصف. حياك الله يا كابتن. اهلا وسهلا استاذ عبد الله، واهلا وسهلا بالمشاهدين وحياكم الله. الله يحييك يا كابتن. طيب خلونا نبدا قبل ما اتحدث عن الجوله الاولى من دوري جميل، نبدا اليوم بحدث مهم وسوى كذا يعني ازعاج لبعض الجماهير الهلاليه في موضوع استبعاد علي الحبسي من القائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا. هذا القرار يعني بصراحة وضع أكثر من علامة استفهام، أولا حول المدرب دياز، ثانيا شفنا كثير مطالبات الأمير نواف بن سعد تدخل ومناقشة المدرب. يعني مو معقولة يعني حارس بهذه القامة وبهذا الوزن وأنت تدخل بطولة غايب عنها سنوات طويلة والنجم اللي عندك اللي انت يعني تراهن عليه في هذه البطولة هو خارج القائمة. هذه وضعت أكثر من علامة استفهام، سوت ضجة حول القائمة وحول المدرب. اليوم ممكن نشوف أي ردة فعل جماهيرية وحتى إعلامية ضد هذا المدرب في حال خسارة، في حال تعثر تعادل، حتى في مثلا منافسات خارج دوري أبطال آسيا، ونقصد فيها منافسات الدوري المحلي. أبو أحمد خلينا نتكلم، يعني هذا القرار سوى حالة إزعاج بين الهلاليين. الناس شايفة الحبسي هو أفضل صفقات الصيف بالنسبة للهلاليين في هذا الموسم، وأنت عارف الوضع في دوري أبطال آسيا، يعني ما يحتاج أحكي لك عن الهلال ومشواره في هذه البطولة. شوف كل المعايير اللي قلتها والمعلومات ترجح أي وجهة نظر تجاه الحبسي وعدم إدراجه في قائمة آسيا، لكن السؤال الأهم لماذا تم التعاقد مع الحبسي؟ يعني أنت الحارس هو خانة واحدة، إذا ما تجيبه يعني إذا ما تجيبه يكون لاعب أساسي في الفريق، فما أعتقد إنه في أن هذا قرار في الأصل قرار صائب. فما بالك إذا تجيب واحد مثل الحبسي بقيمته الكبيرة بخبرته العريضة في أفضل دوري في العالم، وهو في أوج عطائه، يعني مش تقول مثلا والله أنه يعني مثلا مستوى مهزوز أو مستوى سيء في الدوري الإنجليزي، فما بالك إذا كان تجي يلعب في الدوري السعودي، وما بالك أيضا أنك تلعب في بطولة أنت تقاتل على أنك تستعيدها من سنوات طويلة. فمع احترامي أي مبرر ما هو مقبول، أي مبرر يعني ما راح يقبل لدى الشارع الرياضي بشكل عام. بس هل في أبو أحمد مطالب المدرب أنه يقدم مبررات بالنسبة للجماهير والإعلام بهذا القرار، ولا هو قرار يخصه كمدرب ولازم الناس تحترمه؟ شوف أكيد احترام المدرب في قراراته في كل ما يعمله هذا شيء طبيعي ومطلوب في كرة القدم، لكن في أشياء مهما برر فيها أي مدرب كان إلا في حالة واحدة، إذا كان في الأصل دياز ما كان يحتاجه والإدارة تعاقلت معه. وأنا أعتقد أن هذا ليس هذا كلام ثاني الحين، هذا إيه؟ وهذا أنا شخصيا استبعده تماما. أنا شخصيا استبعده تماما، ما أدري عن الآخرين بس أنا استبعده من معرفتي بالقرار في 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 إدارة الأمير نواف بن سعد وحرصه على مثل هذا الشيء. وفوق هذا أساسا مدرب يفترض ما يقبل، إذا كان مدرب حقيقي وأنا ما لي بحاجة حارس يفترض ما أقبل أنه يتم التعاقل معه، أكون على المحك، لأنه لا يمكنني أجيب أيضا حارس بقدرات وعيد وكرر بقدرات وإمكانيات سالم الحبسي علي الحبسي وحط احتياطي. يعني المباراة الأولى في 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 الدوري لما كان احتياطي لعبد الله معيوف أمام الفيحة ضجت وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباراة، أثناء المباراة طبعا صار فيه نوع من خلينا نقول متغيرات شيء من قبيل، بحكم أنه مثلا عبد الله معيوف صدر ركلة جزاء وأنقذ الهلال من التعادل شيء من قبيل، لكن كمعطيات عامة لا ما أعتقد أحد يقبل هذا الشيء. لكن أنا أذكر أيضا أن في نفس اليوم مع الضجة قلت يفترض أنه اليوم في مباراة اليوم أمام الفيحة ثم مباراة التعاون يوم الثلاثاء أنه يلعب بالقائمة الأساسية التي يجب أن يشارك فيها أمام العين لكي ينسجم الفريق لكي يكون في جاهزية تامة وما إلى ذلك. فما بالك إذا تفقد أهم عناصر العمود الفقري، الحارس ثم المدافع ثم المحور ثم صانع اللعب ثم والحارس، عندما يكون عندك عمود فقري، وقلناه يمكن الأسبوع الماضي أذكر حتى قلت كان سعد معنا قلت إنه بإقامة الحبسي وأسامة هوساوي فأنت تصير عندك ركيزة قوية في صح. في 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 فريقك، وبالتالي تبدأ بشكل إيجابي. قد يسأل سائل إنه طيب هو جاب ماتياس والآن أشركه، طيب ماتياس كم لعب 10 دقائق في مباراة الفيحة. النقطة الأهم
انه لو ما تياس ما صار في الفورمة، ما صار في الصورة الصحيحة. طيب واحد يسأل أيضا من يفاضل بينه برضه في سؤال ثاني، ممكن واحد يسأل من يفاضل بينه، يفاضل بين من؟ أنا أقول محترامي ضع الحبسي وخربين وفاضل بين الثلاث الباقين. لو صيب خربين مثلا؟ لا لا لا، شوف أنت أول شيء الحبسي وخربين في القائمة الأساسية، فاضل بين الثلاث الآخرين محترامي الشديد. أنا رأيي شخصي طبعا. إيه بس في برضو رأي يقول لك لو الخربين مثلاً أصيب. طيب كم عندك؟ تدري كم عندك مهاجم من نظام القائمة اليوم؟ ياسر قحطاني، مختار فلاتة، خربين، مجاهد المنيع، ماتياس، عبد الرحمن اليامي. طيب أنا عندي مختار فلاتة، تراه من هدافين البارزين في الدوري السعودي العام الماضي مع الوحدة. يعني قائمته في الثلاثة الأربع الأوائل تقريباً. يعني ماتياس المفروض أوت على كذا. إذا بتجي تفاضل بينهم. ماتياس أساساً حتى ما هو مهاجم تقليدي. يعني احنا اللقطات اللي شفناها له طبعا، ما انا ما اعرفه شخصيا، لكن اللقطات اللي شفناها له والسي في حقه ما هو المهاجم اللي ما تقول بوادر ايجابيه. هذا صح. المهاجم اللي مثلا انا طيب. لو جاب مهاجم عليه القيمه مثل ما يقال اكيد الناس بتروح بتذهب معه، لانه الهلال بحاجه الى من ينهي الهجمه، لكن لا جاب مهاجم ولا صانع لعب. طيب خلينا نروح كابتن سعد. يعني كابتن لو تكلمنا كذا براي فني وبعيد عن المجاملات، المعيوف اليوم أفضل من الحبسي في الهلال؟ موضوع الحبسي والمعيوف واختيار المدرب هو موضوع شائك ما في شك، لكن هو يقودنا لنقطة تحدث دائما في أنديتنا وهي التعاقدات الإدارية. ارتبط اسم علي الحبسي من فترة طويلة مع الهلال، بمعنى أن أنا أتوقع أن الخيار كان للإدارة مش للمدير الفني، الإدارة هي من تعاقدت مع علي الحبسي. لذلك دياز قبل الخيار الهلالي وقبل أنه تعاقدوا مع حارس مرمى، طبعا نقلوا له السيفي والتجربة اللي يحملها علي الحبسي الكبيرة في الدوري الإنجليزي، فتوقع مردود فني أعلى مما شاهد في المعسكر. لما جاء الحبسي انضم للفريق، الصورة اللي ظهر فيها في المعسكر أي نعم كانت ربما في، احنا شاهدنا بعض اللقطات للمباريات الهلال ودية وبعض الأهداف ما كانت توحي بأنه الحبسي في جاهزية تامة أو الحارس اللي جاي من الدوري الإنجليزي اللي ممكن يقدم الإضافة الكبيرة. أي نعم نحن نعرف خبرات الحبسي، نعرف إمكانيات الحبسي، لكن المدرب أمام صورة واضحة وأمام وقت وخيار، إما أن يختار المعيوف ويفاضل في لاعب أجنبي في خانة أخرى، أو أن يختار الحبسي على مضض. في النهاية أجل الموضوع إلى ما بعد المباراة الأولى، الصورة اللي ظهر فيها المعيوف عبد الله ورد صدرك للجزاء ربما رجحت كفة الرأي لدى دياز باستبعاد الحبسي والاستفادة من خانة ثانية. أنا تكلمت في الحلقة الماضية وقلت الكلام هذا، قلت أنه دياز إن لم تكن لديه قناعة كاملة في إمكانيات الحبسي فلن يضيف للقائمة الآسيوية. طبعا الهلاليون لهم كل الحق في التضجر من القرار، كون الحبسي إضافة فنية قيمة عالية، لاعب ذو خبرة وفي خانة عانى منها الهلاليين في المواسم الماضية، لكن في النهاية هو تعاقد. أنا من وجهة نظري مع هذا مع الحدث اللي صاير أمامي الآن هو تعاقد إداري، ويحدث كثير في أنديتنا للأسف، يصطدم برغبة المدرب أو بنظرة المدرب أو برؤية المدرب. الآن الخيار أصبح الآن منتهي تماما بعد رفع القائمة الآسيوية. الحبسي أمامه فرصة لإثبات الذات وتغيير الصورة لدى دياز في المنافسات المحلية، أما بالنسبة للمنافسة الآسيوية فأعتقد أنها أصبحت من الماضي، رغم أني متأكد أن علي الحبسي أحد أهم أسباب قدومه لنادي الهلال وتركه للبريميرشيب هو البطولة الآسيوية، ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي رغبات علي الحبسي. نتمنى للهلال التوفيق في مشواره الآسيوي، ويظل القرار أولا وأخيرا للمدير الفني المستر دياز. طيب ما جاوبتني، اليوم أفضل المعيوف ولا الحبسي اليوم وأنت تشوف كذا؟ يعني ما احنا ما شفنا الحبسي شفناه في اخر مباراه اللي ما توفقوا فيها للصعود للبريمير ليج، اتوقع في ركلات الترجيح قدم مباراه كبيره الحبسي، ما نختلف على ذلك، لكن ما تدري يعني عن قناعه دياز او رغبه دياز. هي لا، خلينا نقول انه القرار مش 70% او 80%، مش 100% انه
المفاضلة بقدر ما هو فضل أنه أنا عندي حارس مثلا المعيوف بقيمة فنية 60%، علي الحبسي بقيمة فنية 80% أو 70%، هذه نظرة دياز ربما، فضل أنه ألعب بالمعيوف وأستفيد في خانة ثانية بلاعب آخر، يعني لاعب أجنبي أضيفه للقائمة وأتحمل مثلا نقص مستوى المعيوف عن الحبسي. هو يرى أن الفوارق ما هي كبيرة أو ما هي شاسعة، لكن هو فضل أنه يضيف لاعب في خانة أخرى، مش كلها أنه عدم قناعة بالحبسي أو أن الحبسي خالي من الإمكانيات أو إمكانياته ضعيفة، لا لا لا، هي بس مسألة مفاضلة. نعم. وفي النهاية هو خير أنه يستفيد من لاعب في الملعب أفضل من أنه يضع خيار مهم في حراسة المرمى. طيب التقرير الشباب جاهز شباب؟ طيب خلونا نشوف اليوم ختام الجولة الأولى، الظاهر أحد بصورة إيجابية. صحيح الحظ لعب دور كبير في كسب النقاط الثلاث، لكن هذا ما يعني أنه أحد ما قدم مباراة جميلة واستحق من خلالها تسجيل انتصار على الشباب اللي هو ما زال يعيش في دوامة الظروف والمشاكل داخل وخارج الملعب. تتلعب الكرة في وسط الملعب وحولها على حدود منطقة جزاء الشباب، كرة موجودة، محمد سعيد الضو على الأرض، ودو جميلة، الضو 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 يا ولد، الضو الضو، محمد سعيد الضو ينور لأحد، ينور لأحد، يشعل لأحد، ومحمد سعيد الضو يسجل هدفا تاريخيا له. اثنين من الشباب واحد من أحد، حلوة من بنزلي، بنزلي سجل التعادل، غلطة العز الدين دوخة، وبنزلي سجل التعادل، والشباب يرجع للمباراة، الشباب يرجع للمباراة، مباغتة من بنزلي من مسافة بعيدة، ترجع فاروق، غلط غلط، الثاني الثاني لأحد، غلط فاروق بن مصطفى، وهدف بالنيران الصديقة، هدف بالنيران الصديقة، هدف بالنيران الصديقة، مش معقولة، هدف استراتيجي. طيب البداية ممتازة لأحد في دوري جميل، طبيعي اليوم فاز، خليني أقول يستحق الفوز، وفاز بالحظ بعد على الشباب. لا هو بأمانة قدم مباراة جيدة جدا، وأعتقد يعني أنه مش فقط أنه فاز، نعم هو الهدف أكيد في نوع من الحظ، في نوع من الخطأ طبعا للفريق الشبابي، ولكن الأحد يعني قدم أول شيء الشوط الأول كان يعني جدا رائع، أعتقد أنه فاجأ الشبابين بطريقة اللعب، على العكس الشبابين كانوا مرتبكين بداية المباراة بدون داعي، أنا استغربت ارتباك الشبابين، لاعبي الشباب مرتبكين بطريقة غريبة جدا، التحكم في الكرة مفقود تماما، تباعد الخطوط، لكن إذا تكلمنا عن أحد فهو كان منظم، كان يجد هجمة مرتدة، وكان عند اللاعبين إصرار على تقديم الفوز بأي طريقة أو على الأقل عدم الخسارة. طيب خليني أسمع رأيك اليوم كابتن، يعني إذا أخذنا بالاعتبار أنه أحد قدم مباراة جميلة، لكن في نفس الوقت أيضا يعني في ردود غاضبة على الشباب وعلى سامي الجابر والتحركات الأخيرة. قياسا بظروف المباراة وبالظروف الشباب وأحد، مهما قدم الشباب اليوم يظل لم يقدم شيء، كون الشباب مستقر فنيا من الموسم الماضي، أحد فريق صاعد، إذن الشباب كان مطالب بنقاط المباراة الثلاث كاملة في كل الظروف، المباراة تقام على أرضك على ملعبك، فرق الخبرات فرق التجربة، رغم تصريح الكابتن سامي الجابر بعد المباراة يقول الخبرة لعبت في صالح أحد، لكن الأحديين صراحة أرفع القبعة احتراما للكابتن عبد الوهاب الدوكالي على هذا الفريق المنظم، تنظيم دفاعي عالي، لكن الشبابيين للأمانة في فترات من المباراة لم يسعفهم الحظ، لم يتوفقوا أمام المرمى، ولكن الشباب يحتاج إلى صورة أجمل مما ظهر عليها اليوم، يحتاج إلى عمل أكبر. حقيقة تفاجأت بالصورة اللي ظهر فيها الشباب كونه مستقر فنيا، معنى مستقر فنيا أي أن الجهاز الفني مع الفريق من الموسم الماضي، يعرف إمكانيات اللاعبين، يعرف قيمة الإضافات اللي أضافها للفريق، يعرف كل خفايا الفريق، بعكس الفريق يضيف إلى ذلك خبرة الشباب في دوري جميل، الشباب
خبرته كبيرة تفوق بلا شك ما يقدمه فريق نادي أحد، لكن هي ربما نقول حمى البداية. فريق أحد تفوق، استغل الفرص، خدموا الحظ في الهدف الثاني، ولكن قدم مباراة جميلة جدا، فريق منظم، فريق يستحق الاحترام حقيقة على ما قدم. ما يلفت النظر هو أخطاء الحراس، حتى الحراس المنتدبين أو الحراس المحترفين، إذن هي لا مشكلة أزلية سواء في المحليين أو الأجانب، هي جزء من اللعبة الأخطاء. لذلك حتى شاهدنا حارسين محترفين والأخطاء موجودة. صحيح. ربما ظلمنا حراس المرمى السعوديين أيضا الوطنيين، لكن استحق أحد، نبارك له هذا الفوز وهذه البداية الجيدة. هارد لك للفريق الشبابي وحظ أوفر في المباريات القادمة. نعم. طيب، بعد أي خسارة تتفاوت يعني ردود فعل الجماهير؟ اليوم الشبابيين ما نلومهم، خسارة أولى ومستوى متواضع وفريق للأمانة ما يبشر بالخير. اختلفت الأراء حول أسباب الهزيمة، يعني في ناس تقول لك اللاعبين، لكن الأراء الغاضبة كلها على سامي الجابر. تقدم واحد عليكم جد التعادل، خطأ حارس، تنتهي المباراة 2-1. كيف شفت المباراة؟ شوف، احنا من الأساس بدينا غلط. يعني أنت قدام واحد تلعب 3 محاور ليه؟ إذا سامي يستمر جبان كذا قدام نادي صغيرة والله بنفوز. أظن أخرتها هبوط بس. مشكلة الشباب. تشوف الخطأ، خطأ مدرب اليوم؟ مدرب بالراحة بعد. غلطة حارس عادي، أي حارس يغلط. بس هذا لا تكتيك، فريق بدون أي جملة تكتيكية واحدة، حتى دفر المفاول بعد. ما أدري شو يبي سامي. هذه أول مباراة بالدوري. أنا أذكر موسم اللي طاف الهلال خسر من الاتفاق وحقق الدوري. حنا عندنا أغلاط الحين، ما في سامي ما سامي، حنا الحين نبي نصحح أغلاطنا. سالفة نخسر قدام القادسية هذه ما نرضاها، إذا خسرنا قدام القادسية ما نبي سامي الجابر يدرب الشباب. أنا أقول شكرا جمهور الشباب اللي حضر. سامي قال لنا احضروا، حنا حضرنا. أنت سامي فينك؟ سامي لا تكتيك، لا جملة، لا فنيات، لا شيء. أنت أول واحد معسكر، انت اول واحد معسكر. طيب هذه اول جوله، يعني ما في اول جوله. طبيت بالمدرب علي العود من اول ركزه. اذا قدام احد تلعب 3 محاور وتغير محور في محور، اي تفكير هذا؟ خليني انا مدرب، انا اصير مدرب الشباب، والله خليه الاول واخذ الدوري. والله الله بلانا بسامي، قاعد يلقط لعيبه الهلال، كعبي على قرني على غازي على شو يسوي؟ تلعب مع نادي صغير احد 3 محاور، اخر الدقائق تدخل لي كريري. يا اخي والله العظيم ما عنده فكر سامي الجابر، ما في فكر. متدرب جاي يتدرب عن طيب. يعني انا اقول ما نلوم جمهور الشباب، دائما ردود فعل غاضبه. ممكن كان الناس متفائلين في اول مشاركه بعد معسكر بعد تصحيح الاوضاع، لكن صراحه يعني الشباب اليوم ما ظهر بالصوره الايجابيه. صحيح. الناس تسأل تقول سامي وينك أنت في المباراة؟ هي بداية مخيبة صراحة للأمال. أكيد الشبابين غاضبين جدا ولا أحد يلومهم، الجمهور لا يلام طبعا، لأنه يعبر في الأخير عن حبه للنادي، حبه الفريق. اللي أي واحد بيقول إن الشباب اليوم جيد أو شيء قبيل يغلط نفسه. الفريق اليوم كان ضعيف جدا، في الخطوط غير مترابطة. الغريب جدا إنه اللاعبين الركائز الأساسية، يمكن الأخ سعد تكلم عن الاستقرار الفني، لو تيجي تشوف بنيطو والعمري افضل 2 في العام الماضي اللي يعتبرون اهم لاعبين اجانب، من اهم اللاعبين الاجانب في الدوري السعودي، اليوم صفر. بل حتى بالعمري يعني عصب على على الحارس قبل الهدف. يعني ترى لو ترجع تشوف الهدف اللي جاء الثاني، هي رده فعل من الحارس بعد المشكله اللي صارت بينه وبين بالعمري في نوع من المشادة الكلامية الخفيفة صح التعبير، على كرة عادها بالخطأ قبل هذه بالضبط، قبل الهدف. فما أدري، حتى بالعمري أنا أشوف أنه يعني رغم أنه مدافع إلا أن تجي أحيانا رأس حربة. ما أدري هذا الخلل التكتيكي، هل هو من اللاعب يبتدع من نفسه؟ هل لاعب الشباب الآن يعني اليوم أنهم يرون نفسهم أمام أحد كفريق صاعد، فريق ضعيف، إمكانته ضعيفة جدا، بل يمكن أسوأ إعداد وأسوأ إمكانات لفريق أحد عن أي فريق آخر. حتى نذكر أنه كان مدير رئيس النادي في يوم من الأيام في تصريح له قبل يمكن شهر كان يقول أنا وقعت مع لاعبين بس ما عندي فلوس. ما أدري يعني إذا جو اللاعبين هل أستطيع أن أوفر فلوسهم ولا بعد ما يكملون. صحيح. فيعني أنا أعتقد أنه بعض لاعبي الشباب اليوم كانوا شايفين نفسهم أكثر من
يعني خلنا أقول لك إيش مش متعالين على الكرة بقدر ما أنهم واثقين كثير أنهم يفوزون في لحظة. أضف إلى ذلك أنه أيضا تدخلات سامي ما كانت سريعة, يعني أعتقد أن الشوط الأول بالذات كان أعتقد تدخل مبكر شوي ممكن يغير, وبعض اللاعبين اللي أشركهم في الشوط الثاني يعني أكثر من المراوغات اللي ما لها داعي. فاليوم الفريق الشبابي صراحة مخيف وضعه. صحيح. طيب خلونا نشوف تصريح لرئيس نادي أحد بعد المباراة مع الشباب, تحدث عن فوز فريقه ووعد أيضا تقديم مستويات جيدة في دوري الجميل. هذه إن شاء الله 3 نقاط بداية إن شاء الله. بصراحة فريق الشباب فريق كبير, فريق محترم له اسمه لقيمته, لكن هذه كرة القدم لابد ما واحد منها يكسب المباراة دي. قدم المباراة إن شاء الله رائعة تليق بمستوى واسم منطقة المدينة المنورة بنادي أحد. كيف توعد جماهيركم ولاعبينكم بمباراة القادمة بأن 3 نقاط بأول جولة خارج أرضكم هذا دافع معنوي لكم بمباراة القادمة؟ أكيد أكيد, بالطبع هي بداية إن شاء الله موفقة لنادي أحد, لكن الدوري طويل والمباراة قادمة, لذلك إحنا علينا نحرص أن كل مباراة نأخذها على مباراة إن شاء الله. نعد إن شاء الله جماهير المنطقة إن شاء الله نقدم مستوى إن شاء الله جيد بإذن الله تعالى. اليوم حارسكم أنقذ مرمى أحد؟ لا, الفريق كله أنقذ المباراة وقدم مباراة رائعة. الحارس واحد من 11 لاعب, لكن الحمد لله هو بالطبع إحنا عندنا خلفية جيدة عندما تعاقدنا معه, نعرف ما هو قوة المحارس, ولذلك الحمد لله كان التوقع في داخل الملعب جيد الحمد لله. صيحتكم خطة الشباب يعني 3 محاور ببداية المباراة؟ لا والله بصراحة يعني الشباب فريق قدم مباراة جيدة وقدم كل شيء عنده, لكن هذه كرة القدم يعني لابد ما يكون فيها واحد كسبان وواحد خسر لابد. حبيب قلبي شكرا لك. ايضا حارس احد عز الدين تحدث عن كثير من التفاصيل عن هذه المباراه واول مشاركه له, وايضا تحدث عن استعداد الفريق في الفتره الماضيه. الحمد لله, انا ما متعود اتكلم على مردودي الخاص, خلي الناس اللي تشوف هي اللي تحكم, بس نقول انه اللعيبة كلهم كامل مشكورين على المجهود اللي قاموا به, مش انا فقط اللي كنت في مستواي, كامل اللعيبة كلهم في مستواهم مشكورين على ذلك. وحتى حين كانت المدرب عرف يدرس النقاط القوة والضعف تاع نادي الشباب, والحمد لله كل كباتنا مشكورين وكل لاعبين مشكورين, و3 نقاط تعطينا دفع معنوي كبير حتى ندخل المباراة الثانية بأريحية ان شاء الله. كيف تشوف اول 3 نقاط تكسبها من نادي يعني كبير مثل نادي الشباب؟ مو سهل, وخاصة خارج ميداننا, وهذا أكيد في ملعبهم أيضا أكيد كانت مأمورية صعبة بالنسبة لنا. يعني صدمنا فريق كبير أيضا عنده لعيبة ممتازين, بس حتى هما يعني صدموا بنادي عنيد ولاعبين يعني عندهم طموح وعندهم عندهم حرارة يعني حتى يكسبوا النقاط. الحمد لله وفقنا الله وتوفيق من عند الله, إن شاء الله كملوا على نفس المشوار إن شاء الله. أبغاك تقول لي بقلبك جاك هدف توقع أنك ما توقعته من مسافة بعيد؟ والله ما توقعته, لكن الحمد لله دركنا الأمر من خطأ ثاني, والكرة لو ما في أخطاء ما فيش أهداف. الحمد لله يا رب توفقنا 3 نقاط يعني معنويا نصير أحسن إن شاء الله. مبروك لك. بارك الله فيك. شكرا. طيب كابتن سعد, من خلال مشاهدتك اليوم لمباراة أحد, الفريق ممكن ينافس في هذا الموسم, ممكن يقدم كرة يعني مختلفة في دوري جميل؟ منافسة بمعنى كلمة منافسة؟ لا أنا أقصد المنافسة يعني قصدي بين الأندية يعني يكون متواجد بشكل جيد. ما شوف الأندية الوسط جميعها وأندية المنطقة الدافئة والأندية اللي المفروض أنها صاعدة دائما في بداية الدوري غالبا ما تظهر بصورة جيدة نظرا لاكتمال الصفوف, للتحضيرات الجيدة, للتركيز في مرحلة الإعداد والمعسكر. لكن مشكلة الفرق عندما تتتالى المباريات, تبدأ تفقد عناصرها بالإيقافات بالإصابات بالظروف المحيطة بالفريق, هنا تبدأ دوامة الفرق ومشاكلها. الفريق اللي ما يملك صفين أو ما يملك احتياط جيد أو بديل جيد للاعب الأساسي سيعاني مع استمرار المباريات. فريق أحد الآن خطأ خطوة جيدة كونه أخذ 3 نقاط مهمة من فريق كبير في ملعب منافس, في ملعب المنافس أيضا سيلعب مباراة أخرى ثم فترة التوقف. فترة التوقف هذه ستعطيه
فرصة لالتقاط الأنفاس، للتحضيرات مجددا، لتقوية لتدعيم الفريق وتقوية خطوطه، ومن ثم سينطلق بعد ذلك الدوري بعد شهر. إذا إن استمر نادي أحد بهذا الأسلوب وبهذا التركيز العالي في مبارياته قد يؤمن نفسه مبكرا في منطقة دافئة. لكن الملاحظ أن جميع فرق النصف الآخر من جدول الدوري المتوقع أنها في النصف الآخر هي من قدمت مستويات، باستثناء فريق أو اثنين، لكن هي من قدمت مستويات تشكر عليها واستعدت جيدا، والتي بدأ عليها فترة إعداد جيدة، عكس الفرق الجماهيرية والفرق الكبيرة صراحة قدمت مردود، حتى بس يعني أغلب الفرق الجماهيرية لم تقدم أداء فني مقنع باستثناء النصر اليوم في الشوط واحد، أما بقية الفرق لم تقدم الأداء اللي يشفع لها عند جماهيرها. لكن فرق الوسط وفرق أسفل الترتيب صراحة قدمت مباريات كبيرة جدا، قدمت صورة صورة تعطي انطباع عن موسم قوي ومباريات شرسة ومباريات قوية للفرق. طيب أبو أحمد، عن أحد؟ لا طبعا أشوف هو كبداية أن يخطف 3 نقاط هذه تقوي معنويا، تعزز من قيمته وحضوره فنيا، لكن هو مع مرور الوقت طبعا يحتاج إلى أن يكون عنده دكة بدلة جيدة. ربما أنه 6 لاعبين أجانب هذا الموسم تختلف تماما عن المواسم السابقة، الفريق اللي يستطيع أن يوفر 6 أجانب يعني أكثر من نصف الفريق، فأعتقد أنه ممكن يكون حضور أفضل من 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 المتوقع. لكن صادق تماما لما قالها الأخ سعد، أنه لو شفت اليوم الجولة الأولى كل فرق الجماهيرية والكبيرة ما كان مستواها أبدا يعني جيد ولا ما يطمح إليه المشجع، عدا النصر في الشوط وعدا الاتفاق اللي صراحة نعتبره أفضل فريق قدم مستوى تكتيكي عالي جدا جدا وفاز بكل جدارة ورب حتى ربما مع الرأفة الأهلي اللي كان ضائع جدا في المباراة. فبالتالي الجولة الأولى إلى الأسف الشديد البعض يحاكم الفرق ويحاكم اللاعبين ويحاكم المدربين من أول جولة، يعني سمعت كثير بعد خسارة الاتحاد وبعد خسارة الأهلي واليوم أيضا بعد الشباب، وحتى دياز في المباراة الأولى تعرف أنه بالكاد فاز، كان يعني التعادل شبه مستحق لفريق الفيحة. فالجولة الأولى يعني الجولة الأولى الثانية الثالثة تبقى كلها تحت المجهر النقد والتصحيح حتى تشوف الفرق بواقع الحقيقي بعد الجولة الخامسة تقريبا. نعم. طيب قبل ما نروح بس لمباراة النصر الفيصلي، خلونا نشوف الحالات التحكيمية لمباراة الشباب أحد اللي قيمت هي ضمن الجولة الأولى من دوري جميل، مع المحلل التحكيمي والقانوني لبرنامج المنتصف كابتن فهد الكحيس. أهلين يا كابتن. مساء الخير أخ عبد الله، ومساء الخير لزميل أبو أحمد، مساء الخير للأخ سعد، مساء الخير للسادة المشاهدين. الله يحييك يا كابتن. كابتن اليوم كان في كثير من الحالات، يمكن في مباراة النصر والفيصلي صحيح؟ يمكن أكون أكثر من مباراة الشباب أحد. نعم. بس خلينا إحنا نبدأ في الشباب أحد لين ما نشوف مباراة الفيصلي والنصر، تفضل يا كابتن. طبعا نشوف ندخل مباشرة المباراة نشوف الحالة الأولى. هذا نشوف اللقطة هذه. أيوة هذه الحالة الأولى، هذا التدخل. أيوة ما فيها في الحالة الأولى هذه كان فيها لمس. أيوة. على يد لاعب فريق أحد طبعا داخل منطقة الجزاء، وهذه الحالة لا يوجد فيها ركلة جزاء لعدم وجود التعمد. يعني حالة زي هذه لا يوجد فيها لمس ولا يوجد فيه التعمد، بالتالي لا ليس هناك ركلة جزاء. أيوة. لا وجود لركلة جزاء. لا يوجد. نعم. الحالة اللي بعدها، هذه الحالة الثانية، نشاهد الحالة هذه ونركز على لحظة ارتقاء المهاجم مع الحارس، هل هناك في الاحتكاك هل هناك المهاجم في مخالف على المهاجم أم لا. طبعا نشاهد في الحالة هذه الحكم احتسب خطأ على المهاجم فريق الشباب، ومن خلال اللقطة لا توجد مخالفة على المهاجم، وقرار كان قرار خاطئ من حكم المباراة في احتساب هذا في احتساب الخطأ. نعم. كان من المفروض أن الحكم يسمح بمواصلة واستمرارية اللعب. نعم. يعني هدف هذا طبعا هو كان الحكم أطلق الصافرة قبل اللعبة هذه، قبل. أيوه. اللعبة الثانية اللي تم تسجيل الهدف، وبالتالي هو لو استمرت اللعبة ممكن طبعا يكون هدف. طيب
الحالة الثالثة أو الرابعة؟ الحالة الثالثة نشوف. أيوة. نشوف اللقطة مرة ثانية. شوف هنا نشاهد الحكم كان يتكلم مع اللاعب، شوف الحالة هذه من قرب، كان في سقوط للمهاجم فريق الشباب، طبعا لا توجد مخالفة وهذه الحالة حالة تحايل، وكان يتوجب على الحكم منح اللاعب مهاجم فريق نادي الشباب بطاقة الصفراء للتحايل. يعني احنا الحكم شاهدنا الحكم كان يتكلم مع اللاعب وينذره انذار شفوي، والمفروض انه يطبق القانون ويمنح الكرت البطاقة الصفراء. نعم، عندنا آخر حالة في المباراة هذه. هذه آخر حالة. طيب خلونا نروح نشوف مباراة النصر الفيصلي. ظهر النصر اليوم في الجولة الأولى ليرد بقوة على المتشائمين، 3 أهداف في مرمى الفيصلي كانت كافية لعودة هيبة النصر المفقودة خلال الفترة الماضية. النصر حضر بالسهلاوي والشهري ومعاهم الجميع صاحب القذيفة الصاروخية. فهد الجماعة يلعب الكرة عالية راسية سهلاوي، 23 دقيقة تبدو ممتعة للغاية هنا في المجمع. سهلاوي نجاي لفريدي، اوهو لعيونك السود، لا اشتاق اشتاق للنصر يا لبا. من خلف تفيد ركلة حرة المباشرة، فادي جميعا يسدد كرة قوية، يا هدف كرة بتوت تمريرة حمزة، جول الفيصلي. طيب كانت هذه مباراة النصر الفيصلي. كابتن سعد، كثير من الآراء كانت متشائمة يعني قبل هذه المباراة، يعني في كلام كثير عن الوضع أو الأوضاع النصروية السيئة كانت قبل هذه، أخذنا بالاعتبار المشاركة في البطولة العربية أو حتى من خلال المعسكر المتواضع للفريق النصراوي. اليوم النصر يعني بصراحة يرد بقوة ب3 أهداف، أعادت شيء من هيبة الفريق. طبعا الصورة التشاؤمية اللي تتحدث أنت عنها ما جت من فراغ. أيوة. أتت من خلال ما ظهر عليه الفريق في المعسكر الإعدادي وبعد المعسكر الإعدادي في البطولة العربية، أعطى انطباع عن ضعف الإعداد أو ضعف المعسكر أو ضعف القيمة الفنية للفريق. لذلك كانت الأصوات المرتفعة متشائمة. الصورة اللي ظهر فيها الفريق في البطولة العربية، وأنا قلت في الحلقة الماضية باستثناء آخر مباراة الزمالك، صورة لا تعكس تماما أمال وطموحات وتطلعات النصراويين كافة، لا مسؤولين ولا جماهير ولا شرفيين. لكن ما قدمه الفريق اليوم حقيقة في الشوط الأول أعطى انطباع جيد جدا. أولا مكاسب النصر كثيرة في هذه المباراة حقيقة، أولا تغيير الصورة السلبية اللي ظهر عليها من خلال البطولة العربية، ثانيا كسب 3 نقاط مهمة رغم عدم تسجيل اللاعبين المضافين، ربما هو النادي الوحيد الذي لم يستطع تسجيل لاعبينه، ثالثا استعادة الثقة والروح والأداء الجيد خلال الشوط الأول، مكسب آخر النجم فهد الجميع القادم بقوة متى ما ابتعد عن كثير من المؤثرات التي تؤثر على اللاعبين الصاعدين. مكاسب النصر كثيرة في مباراة اليوم. أحمد عكاش أيضا إعادته للتشكيل ومنحه الفرصة
لأنه يعني في فترات طويلة أحمد عكاش لم يكن يلعب باستمرار. أتمنى أن يمنح الفرصة وأن لا يعار قبل أن يعطى الفرصة كاملة أولا، ولأن النصر يحتاج لاعب في هذه الخانة. إذا افترضنا أنه مع الأخبار المتداولة بتغيير اللاعب سعد لكرو أو استمراره، لابد من لاعب بديل في الخانة. أحمد عكاش بديل جيد، وربما مع كثرة المباريات واستمرارها وتتاليها قد يقدم صورة جيدة. عموما النصر في الشوط الأول قدم مباراة تكتيكية عالية، استخدم فيها أسلوب الضغط العكسي، حرم الفيصلي من بناء الهجمات، استغل جميع الفرص المتاحة، تقريبا 3 أو 4 فرص استغل منها 3، قدم كرة قدم جميلة في الشوط الأول. لا أستغرب تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني، لأنه إذا كنا نعرف أن في بداية الموسم إذا الحالة اللياقية لم تصل لأوجها، الأجواء الحارة والأسلوب اللي استخدمه النصر اللي هو أسلوب الضغط باستمرار في الشوط الأول لا شك يستنزف مجهود الفريق، مما أثر على عطائه في الشوط الثاني. أضف إلى ذلك أنه الفريق ركن إلى نتيجة الشوط الأول، وأحس أن المباراة أصبحت في المتناول والنقاط 3 ذهبت إلى بنك النصر. حقيقة نادي النصر اليوم عكس كثير من التوقعات، رد على 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 كثير من التشاؤم. نعم. حالة التشاؤم السائدة في الأوساط النصراوية. صحيح. بسبب الظروف المحيطة الإدارية أو نعم. ما دون ذلك. طيب خليني أسمع رأيك أبو أحمد، الظهور أكيد راح يدفع النصر معنويا في الجولات الجاية، يقولون الفوز يجيب الفوز، خسارة تجيب الخسارة. طبيعي طبيعي، بعد ردة الفعل القوية جدا في أجواء البطولة العربية وغيرها، وعدم أيضا تسجيل اللاعبين، حتى كان أمس في محاولات وأعتقد أنه ما وفق في تسجيل اللاعبين، لكن النصر اليوم خلص المباراة بالشوط الأول وبالتالي انتهت، يعني من مع نهاية الشوط الأول انتهت المباراة. لكن اليوم في المباراة فيها شيء جميل، أول أهداف النصر كل واحد أجمل من اللي قبله، وخصوصا يمكن الهدف الثاني لو شفت لمسة الفريدي بتمديدة الرأس، هذه بحد ذاتها يعني تجذب لك المتعة. الهدف اللي سجله فهد الجميع كلاعب صاعد، هدف صراحة أنا قلت إنه في تويتر قلت إنه هدف عالمي في جماله وفي شكله، وقد لا يتكرر في الدوري. صحيح. يعني من أول جولة قد لا يتكرر مثيله صراحة. فمثل هذه المكاسب إيجابية، لكن في الشوط الثاني الفيصل يحاول واستطاع أن يوصل، وصراحة كان له فرصتين بعد الهدف يعني أو 3 فرص ممكن كانت تزعج النصر. لكن الأسوأ ما في المباراة هو نهايتها صراحة. العراك اللي صار، الضرب، الخشونة المتعمدة، صراحة يعني كانت مسيئة جدا، وصراحة استغربها من اللاعبين في الفيصلي، لأن الفيصلي لاعب فريق محترم، فريق له سنوات طويلة في الدوري، يفترض أن اللاعبين يكونوا في مستوى قيمة الفيصلي الآن. بعض اللاعبين صراحة خرجوا عن الروح الرياضية، وكان في مخشنات يعني ربما تستوجب أكثر من اللي منحت لهم. نعم. البطاقة الصفراء والحمراء. طيب الحالات التحكيمية حتى على فكرة بعض لاعبي النصر يعني شاركوا في الاشتباكات وما كانت أبدا يعني جيدة. ممكن نشوف قرار لجنة الانضباط؟ لا ما أعتقد، ولا بعيدة هذه تعتبر عادية هذه يعطيك، لكن طيب. لكن أنا ما أعتقد، لكن أنا أستغربها من اللاعبين بالذات لاعبين دوريين سواء في النصر أو في الفيصلي. ردة الفعل يجب أن تكون يعني انت تحترم الحكم حتى يعطي قراره، تحترم الحكم حريته يعطي قراره. نعم. طيب خليني اشوف فهد الكحيز، كابتن الاحداث هذه ممكن يصير فيها قرار من لجنه الانضباط؟ والله من خلال القرارات اللي اتخذها الحكم ومن خلال المخالفات، ما الحكم اعطى المخالفات الانضباط اللي تستوجب وهي منح البطاقه الحمراء، تعتبر هو عقوبه انضباطيه بالاضافه الى البطاقه الصفراء. نعم. ولا طالما الحكم كان عن قرب ومنح العقوبات، فأنا هذا أعتقد أنه العقوبة الكافية. لكن لو كان الحكم لديه شيء ممكن يدون في تقرير ممكن يتخذ عليه إجراء، لكن من خلال ما شاهدنا أنا أتوقع مع العقوبات اللي اتخذ الحكم هي العقوبات المستحقة للمخالفات التي حدثت. طيب شوف الحالات التحكيمية كابتن، نشوف الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى حدثت في الدقيقة الأولى. نشوف مرة ثانية وش اللي صار بين مدافع فريق النصر ومهاجم فريق الفيصلي. هذه اللقطة عن قرب، وفي لقطة أوضح من هذه، شوف هذه اللقطة، المدافع فريق النصر لم يلعب الكرة بل قام بالركل وبتهور على ساق المهاجم الفيصلي
وهذه الحالة ركلة جزاء لم تحتسب. نعم. ركلة جزاء لم تحتسب من قبل حكم المباراة. نعم ركلة جزاء للفيصلي. للفيصلي طبعا لم تحتسب. نعم لم تحسب في الدقيقة الأولى تقريبا من المباراة. طيب الحالة الثانية. الحالة الثانية هي هدف النصر الثاني. نشاهد اللعبة اللي تمت بالرأس. أيوة هذه من أحمد الفريدي لمحمد السهلاوي. نعم. لعبة كانت المسافة قريبة واللعبة كانت صحيحة ولا وجود للتسلل وهدف صحيح. هدف صحيح يعتبر. نعم. طيب. واضحة من خلال اللقطة. نعم. الحالة الثالثة. نعم. صحيح واضح. الحالة الثالثة. شاهد الحالة الثالثة. شوف هنا فيه مسك ودفع. من قبل المدافع فريق الفيصلي للاعب النصر أحمد الفريدي داخل منطقة الجزاء. هذا المسك واضح والدفع وكان مسك مع سحب يعتبر. وهذه حالة ركلة جزاء لم تحتسب لفريق نادي النصر. ركلة جزاء لم تحتسب لفريق النصر. واضح. نعم. بالرغم أنه رؤية الحكم كانت واضحة. كان الحكم غريب والرؤية واضحة الحكم بس. يعني ما أدري لو وجهة نظر الحكم حول المخالفة هذه. معلم أنها كانت واضحة وقريبة يعني. ما صحيح. ما الزاوية طيب. كانت واضحة للحكم يعني ما في أحد غطى عليه من اللاعبين ولا شيء. كانت واضحة بالنسبة للحكم. وهذه الحالة ركلة جزاء لصالح فريق النصر لم تحتسب. الحالة الرابعة. هذه الحالة سقوط لاعب نادي الفيصلي وكانت اللاعب سقط وعلى طول كمل وقام لكن السقوط في البداية لا يوجد هناك مخالفة. شوف اللاعب حاول وهو هنا تحايل يعني هو أظهر كان يبغى يظهر للحكم أنه حدث له عرقلة أو إعاقة ولكن من خلال اللقطة هذه لا المدافع النصر لا يوجد أنه قام بمخالفة تجاه اللاعب وهي حالة تحايل وكان يتوجب على الحكم إيقاف اللعب ومنح بطاقة صفراء للتحايل. نعم. الحالة الخامسة. هذه حالة المساعد الأول أعلن عن حالة تسلل. لكن هل القرار صحيح أم لا؟ نشاهد اللقطة مرة ثانية. في لقطة توضح أكثر. تبين وقوف المدافعين والمهاجم على خط واحد. احنا نشاهد انه شوف قدم مدافع في اللقطه اللي قبل شوي مدافع النصر المدافع الفيصلي كانت القدم المدافع على الخط ووضحت ان اللاعب المهاجم نادي النصر محمد السهلاوي لم يكن متسلل. بالتالي اعلان الحكم المساعد الاول عن قرار التسلل يعتبر قرار خاطئ. في هذه الحاله لا وجود للتسلل. هذه الحالة السادسة الحين. هذه الحالة الأخيرة طبعا كانت قبل نهاية المباراة ثواني. نشاهد المهاجمة اللي حدثت من لاعب نادي الفيصلي. ايوه رقم 30. شوف المهاجمة والانقضاض وكان على اللاعب من الخلف. هذه طبعا تستوجب البطاقة الحمراء. حالة تستوجب البطاقة الحمراء وهذا بالفعل بالقرار أو القرار الصحيح اللي اتخذ الحكم مقام به الحكم في هذه الحالة كان صحيح. بس كان يعاب على الحكم طالما أن أنت قريب والحالة واضحة بالنسبة لك وهي حالة يعني ما عليها جدل كان يفترض الحكم أبرز البطاقة الحمراء بسرعة كان على أقل تقدير ما أعطى للاعبين عملية الردود واللاعبين وصول اللاعبين والتجمهر هذا اللي حدث. لو الحكم وفق أنه يتخذ القرار بسرعة يمنح البطاقة الحمراء بسرعة كان ما ساهم في ظهور. شوف الحكم واقف. نعم. هنا شوف ثواني بعدين جلس يبغى يفك الاشتباك. اللاعبين لو شافوا الحكم ويمنح البطاقة الحمراء كان على أقل تقدير أتوقع ما كان راح ردة الفعل هذه ردة العنف والاشتباكات والخروج عن النص والروح الرياضية في هذه اللقطة. لكن العقوبات اللي أخذها الحكم منح البطاقة الحمراء واللاعب الفيصلي أيضا إلى اللاعب البطاقة الصفراء اللاعب رقم 26 من نادي النصر كانت هي العقوبات المناسبة لحالة الاشتباك. نعم. هذه. طيب هذه كل الحالات اليوم كابتن. هذه بالنسبة للحالات اللي في المباراتين. نعم. اللي تلعب فيها. شكرا كابتن فهد الكحيز المحلل التحكيمي. شكرا لك كابتن. شكرا. طيب يمكن ما عاد عندي كثير من الوقت
كان ممكن نخسر مهاجم المنتخب محمد سهلاوي بالتدخل الأخير. والله الإصابة صعبة حتى لو كان، أنا سمعت أنه يقول كدمة اليوم. نعم. وأتمنى إن شاء الله أن تكون كدمة، لأنه في الأخير برضو يعني اللاعب مهما كان سواء يلعب مع نادية أو مع المنتخب مهم جدا. لذلك أنا أقول يا أخي إني أنا انزعجت كثير من من من, من سواء من الانزلاقة أو من الأحداث اللي صارت مواكبة لهذه الخطأ. يعني لو تشوف في تدافع من اللاعبين كثير على الشجار وما إلى ذلك، لو عيدت اللقطة تشوف كثير من اللاعبين ضلعوا في المشاكل. نعم. هذا لا ليس مستحسن أبد في كرة القدم. صحيح. طيب قبل ختام بس الحلقة خلونا نشوف النتائج الجولة الأولى من دوري جميل. طيب كانت هذه آخر فقرات حلقتنا اليوم. شكرا أستاذ خلف ملفي الناقد في برنامج المنتصف، شكرا لك أبو أحمد. شكرا جزيلا. شكرا كابتن سعد الزهراني أيضا المحلل الفني لبرنامج المنتصف، شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا. شكرا لكل من تابعنا اليوم في هذه الحلقة. مثل العادة احنا نقول في الشارة اسمها تستحق المتابعة. في أمان الله.